بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يفيد بها جماهيرا من المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم تطيب هذه السلسلة وتتعطر بذكر شيخ من مشايخ الإسلام وعلم من أعلام الأمة العظام، ورجل صرف وقته وهمته وجهده وعطاءه من أجل البذل لهذا الدين العظيم، ومن أجل تحصيل العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان زاهدا عابدا صواما قواما. فرحمة الله تعالى عليه، ما أجمل سيرته وما أحسن شأنه. ذاكم هو الإمام شيخ الإسلام يحيى ابن شرف المري أبو زكريا. وأبو زكريا كنية له، لا إذ لم يكن له ولد ولم يكن قد تزوج ولا تسرى رحمه الله تعالى. هذا الإمام الكبير ولد في نوى من بلاد الشام، وهي اليوم تقع في حوران في جنوب أرض سوريا، سنة 31 و600. والعادة أيها الكرام أن قد جرت بأن الإنسان ينسب إلى بلدة مشهورة فيعرف بها، أما نوى فقد تشرفت بنسبة النووي إليها وعرفت في العالمين بنسبة النووي إليها. إذ من يعرف نوى لولا الإمام النووي؟ ومن يتلفظ بهذه اللفظة، لفظة نوى، لو لم يكن الإمام النووي رحمه الله تعالى منها؟ ويقال النووي ويقال النواوي، وكلاهما صحيح، وكلاهما اشتهر به هذا الإمام النووي والنواوي. ولد بها سنة 31 و600 من الهجرة النبوية الشريفة. إذن هو من أهل القرن السابع ميلادا ووفاة، فقد توفي سنة 76 و600 عن أقل من 45 سنة. وهذا هو العجب العجيب في سيرته رحمه الله تعالى، إذ أنه قد عاش 44 سنة وشيئا وأنتج هذه الآثار الرائعة وهذه الأعمال الجليلة رحمه الله تعالى. أقبل على طلب العلم، وذاك من دافع شخصي يا إخوة، وهذا عجيب، وهذا يدل أيضا على أن لله تعالى به عناية. كيف؟ هذه قضية مهمة لابد أن نفهمها، قضية عناية الله تعالى بأوليائه وأصفيائه وعلمائه منذ وقت مبكر من صغرهم ومن صغر سنهم. كيف هذا يا أحباب؟ وعمره 7 سنوات، في ليلة 27 من رمضان يستيقظ في الغرفة التي ينام بها أو فيها هو وأهله، أبوه إخوانه أمه، ينامون في غرفة واحدة، فقد كان أبوه رقيق الحال. فقال: يا أبتي، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ هذا ولد عمره 7 سنوات. فقال أبوه، وأبوه يحكي لعلاء الدين ابن العطار، وعلاء الدين ابن العطار هذا إمام الشافعية بعد النووي ومفتيهم، وهو الذي كان يعيش معه في غرفته في دمشق، فهو أعرف الناس به وألصقهم به، وذاك أنه لم يتزوج كما ذكرت لكم. أبوه توفي بعد ابنه ب9 سنوات، وهو الذي يحكي هذه الواقعة لعلاء الدين ابن العطار الإمام الشافعي الكبير. فيقول: استيقظ محي الدين، هذا لقبه، استيقظ فقال: يا أبتي، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ وكانت ليلة 27 من رمضان.
فأيقظت أمه فنظرنا فلم نرى شيئا، فعرفت أنها ليلة القدر. سبحان الله، يراها هذا الولد الصغير وهو ما زال ابن السابعة من عمره، وهذا يدل على عناية الله تعالى به منذ وقت مبكر. يقول يوسف المراكشي، والمراكشي نسبة إلى مراكش، مدينة مشهورة في المغرب اليوم، يقول مررت بنوى ورأيت على جسرها طفلا ما يتجاوز العاشرة من عمره وبيده كتاب يقرأ، والصبيان يطلبون منه أن يلعب معهم وهو يأبى عليهم. سبحان الله، اليوم نحن نطلب من الأطفال أن يدرسوا، هم يأبون إلى اللعب، وهذا يطلب منه الصبيان أن يلعب معهم وهو يأبى ويستمر في القراءة، فيتجاذبونه ليلعب معه، فيبكي رحمه الله تعالى، فيبكي ليتركوه يقرأ على هذه الحال. فسبحان الله العظيم، فلما رأى ذلك المراكشي، رأى ما جرى، ذهب إلى أبيه وقال اعتني بابنك هذا فإنه سيكون له شأن. فقال وما يدريك يا هذا، أمنجم أنت؟ قال لا، لكنه شيء وقع في قلبي فأحببت أن أخبرك به، شيء وقع في قلبه فأحب أن يخبر والده به. فعني به أبوه أكثر منذ أن قاله ذلك الرجل المغربي هذا الكلام. والذهبي يصف أباه فيقول هو الشيخ المبارك الولي الصالح. فالظاهر إذن أن أباه كان رجلا صالحا كما ذكر ذلك الذهبي، وإن لم ينقل لنا التاريخ تفاصيل كثيرة عن حياة أبيه وعن ورعه وصلاحه، لكن يكفي هذه الجملة لتنم عن صلاح الوالد وصلاح الابن. وكان أبوهما صالحا، لا ننسى هذه الآية، وكان أبوهما صالحا، فالله تعالى يفيد الأبناء بصلاح الآباء. فإذا أردت أن يصلح ولدك اصلح شأنك أنت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يصنعون؟ يؤمنون على الحياة، ماذا يصنعون؟ يوصون إلى غيرهم. أمران اثنان، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، والباقي اتركوا على الله جل جلاله، هو نعم المولى ونعم النصير وهو نعم المتكفل. ودخلوا على عمر بن عبد العزيز في خلافته وفي احتضاره وهو في السياق يموت، قال أوصي أنت اليوم أمير المؤمنين فأوصي إلى بنيك شيئا، فاعتدل في جلسته وقال أبالله تخوفونني، لقد تركت لهم الله جل جلاله. فيقول الرواة الذين عاصروا سقوط الدولة الأموية ونشأة الدولة العباسية، قال كنا نرى أولاد هشام ابن عبد الملك يتكففون الناس في المساجد، ولم نرى أحدا من ولد عمر بن عبد العزيز احتاج إلى أحد من الناس. سبحان الله العظيم، هذا وهشام ترك الملايين بلغة العصر، وعمر بن عبد العزيز لم يترك إلا بضعة دراهم، لكن الله تعالى يحفظ الذرية. وهكذا صنع بهذا الإمام الكبير، فإنه قد استفاد من صلاح والده فنشأ مباركا صالحا، وحفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام كعادة السلف رحمهم الله تعالى، وانتقل من نوى إلى دمشق وعمره 18 عاما ليدرس ويطلب العلم هنالك. شخصية صاحبنا هذه شخصية متميزة، لا بد أن تجذب الأنظار إليها، ولا بد أن تكون شخصية عظيمة كبيرة ليحصل على ما حصل عليه وقد مات وهو دون 45. ماذا جمع من جوانب العظمة؟ ونحن إنما نذكر هذا، وقد سبق أن ذكرت ذلك، لكني إنما أذكر لإخواننا الذين يرون هذه الحلقات وأخواتنا لأول مرة لعلهم ينتفعون، فإنما أذكر هذا لأنه من الفائدة الكبيرة لعرض مثل هذه السير الطيبة المباركة، هو أن نطلع على مزاياهم وعلى شخصياتهم وعلى جوانب العظمة فيهم حتى نقتدي بهم. هذا هو المراد. نعم سيرتهم رائعة ومسلية وجميلة، ونقضي ساعة من الزمن
في روضة رائعة، لكن هذا لا يكفي، المراد أعظم وأكبر من هذا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والجيل الحاضر هو أحوج ما يكون إلى الاقتداء والاتساء بأولئك العظماء الصالحين. جمع بين الزهد، وكان زاهدا على أعلى درجة وسيأتي، وبين العبادة، وكان متعبدا مشهورا بذلك، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل ذلك في العلماء للأسف الشديد، وبين العلم الواسع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفقه وباللغة العربية وجوانب كثيرة برزت هذا الإمام ورفعته وجعلته أهلا لما صار إليه. فالأئمة لسان واحد في الثناء عليه. وملاحظة يا إخوة عجيبة، أنا لا أعلم رجلا، أنا أقول أنا لا أعلم رجلا، الله أعلم، لكني لا أعلم رجلا من الخلف خاصة من بعد القرن الخامس اتفقت كلمة الأمة في الثناء عليه والإعجاب به ورفعه إلى المكان اللائق به مثل الإمام النووي. ولا أعلم رجلا اجتمعت الأمة على كتبه وتلقتها بالقبول ورضيتها من الخلف خاصة من بعد القرن الرابع مثل الإمام النووي، يكاد يكون فريدا في تاريخ الإسلام ما بعد القرن الرابع في هذه القضية. يعني منذ 1000 سنة لم تجتمع الأمة على كتب رجل عالم إمام اجتماعها على كتب النووي. لماذا؟ هل هو أعلم العلماء؟ لا، هناك من العلماء من هو أعلم منهم. هل هو متولي لمناصب الخطيرة في الدولة؟ أبدا، ما تولى ولا منصبا للدولة. لماذا إذن رفع هذا الرفع؟ لما سيأتي من سيرته، وهذا عجيب ملاحظ بقوة. يعني مثلا من مؤلفاته وقد جاءت المناسبة الحديث عنها رياض الصالحين. رياض الصالحين لا تذهب إلى مركز في الدنيا إسلامي إلا وتجد رياض الصالحين أمامك، لا تذهب إلى مسجد في الدنيا تقريبا إلا ورياض الصالحين فيه، ويندر أن تلاقي مسجدا في الدنيا ليس فيه رياض الصالحين. وهذه عجيبة، ومترجم بأكثر لغات الأرض الحية. ويقولون إنه لم يطبع كتاب في الدنيا بعد القرآن أكثر من رياض الصالحين، فهو الكتاب الأول البشري إن صح التعبير، التأليف البشري الذي طبع في الدنيا هو رياض الصالحين. فقد طبع ملايين الطبعات والنسخ، وهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. لماذا؟ إذا نظرنا إلى رياض الصالحين، ما الذي هو يجمعه؟ يجمع أحاديث من الصحيحين ومن غيرها، الكثرة الكاثرة منها صحيحة، وشيء قليل جدا منها ضعيف. طيب هل تحدث عن الأحاديث هذه بشرح مستفيض؟ أبدا، كان تعليقه عليها كلمات موجزات، هذا إن علق، كلمات موجزات جدا. طيب لماذا اشتهر الكتاب هذا الاشتهار؟ هذا والله أعلم لبركة صاحبه ونيته وحسن نيته وجميل إخلاصه، ما عندي تفسير غير هذا. الأذكار هو كتاب رائع في الحقيقة، لكنه ليس أفضل كتاب في الأذكار، هناك كتب أفضل، لكنه اشتهر في العالم الإسلامي اشتهارا دعا بعض الناس أو بعض العلماء أن يقول بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار للإمام النووي. وهو اليوم مقدم في كتب الأذكار، بل هو الكتاب الأول في كتب الأذكار الذي انتشر في الدنيا كلها. شيء عجيب، الإمام النووي ليس بأفقه فقهاء الأرض المسلمين، بل هو ليس بأفقه فقهاء الشافعية، بل هناك من الشافعية من يفوقه، وذكرت لكم مجددين، الإمام الشافعي يفوقه، أبو حامد بن سريج ربما يوازيه، أبو سهل الصعلوكي، الحفاظ بعده، الإمام الغزالي، ابن دقيق العيد، تقي الدين السبكي، هؤلاء إما شافعية كبار. لكن الإمام ألف كتابا شرح فيه المجموع، شرح فيه المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي،
وهذا كتاب يسمى المجموع. فانتشر المجموع انتشارا عظيما، والأعجب كتابه منهاج الطالبين الذي ألفه في الفقه الشافعي، فظل مرجعا لعلماء الشافعية قرونا. ولما جاء شمس الدين الرملي المصري الذي كان يلقب بالشافعي الصغير المتوفى سنة 1400 يعني، وشرح المنهاج، تلقاه علماء الشافعية بالقبول، وإلى اليوم هو عمدة مفتي المذهب الشافعي. سبحان الله. إذن كتابه في الفقه لاقى القبول العظيم. أيضا في المصطلح يا أحبابنا، وهذه عجيبة أيضا، هو قطعا ليس بأعلم المسلمين في المصطلح، ابن حجر أعلم منه رحمه الله تعالى، ابن الصلاح يكاد يفوقه أو يوازيه، مع ذلك الحافظ المزي أعلم منه وأحفظ، لكن مع ذلك ألف كتابا سماه التقريب والتيسير لسنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، ما اشتهر. جاء السيوطي بعد 3 قرون أو أقل، قرنين وشيء من وفاة الإمام النووي، وألف كتابه المشهور تدريب الراوي شرح تقريب النووي. أي تقريب النووي؟ تقريب التيسير لسنن البشير النذير. فانتشر الكتاب انتشارا عظيما، وصار اليوم عمدة طلاب الدراسات العليا وعمدة العلماء، علماء المصطلح، وعمدة المشايخ، وعمدة كل من يعمل في الحديث النبوي. ما هو؟ كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي. فعجيب، يعني أنا أريد أن أقول إن هذا الإمام له حال عجيبة وسر عجيب، ما عندي والله تفسير بشري له، إنما هو أمر إلهي. تهذيب الأسماء واللغات انتشر أيضا وهو معروف، والأعجب شرح مسلم. شرح مسلم شرح مختصر، هو أولا لم يشرح كل الأحاديث، وثانيا شرحه للأحاديث شرح موجز. مع ذلك لا نكاد نعرف اليوم كتابا في الأرض لشرح مسلم انتشر عشر معشار ما انتشر شرح الإمام النووي. هذا وللنووي ولمسلم شروح تفوق شرح الإمام النووي. سبحان الله. السراج المنير لصديق حسن خان مشهور في 12 مجلدا. القرطبي له شرح، القاضي عياض له شرح، شروح عظيمة لمسلم انتشر شرح الإمام النووي. والعجيب أيها الأحباب الكرام، شرح التأليف الأربعين النووية. هذه الأربعين النووية قصتها رائعة، إذ كم من عشرات الملايين من البشر حفظوها ووضعوها في قلوبهم وصدورهم، فكم ناله من الأجر، وكم من العلماء من شرحها عدد لا يحصى، وكم من العلماء من ألف على منوالها. أين الأربعين التي الأربعينات التي ألفها العلماء؟ أكثرها اندثر ولم يبقى، وبقيت 40 نووي لتدل على شيء في شخصية هذا الإمام وفي سيرته. كتب عجيبة سارت مسير الشمس وانتشرت في أقطار الدنيا، وتلقاها الناس بالقبول، وارتضوها علماؤهم وخواصهم وعوامهم، كلهم قبلوها ووضعوها على الرأس والعين، والأمة كلمة واحدة في الثناء على هذا الإمام والرضا بحاله والقبول بمصنفاته. على ما يدل هذا؟ يدل على سر عجيب بينه وبين الله تعالى، وعلى حال عجيبة كان يعيشها هذا الإمام المبارك رحمه الله تعالى. إذن تأليفه، وتعرفه، ما منا من أحد في المسجد هنا إلا ويعرف كتابا أو كتابين على الأقل الإمام النووي، بينما هذا لا يكون لكبار العلماء، ما كان. وبعد القرن الخامس الهجري ما اتفقت الأمة فيما أعلم والله تعالى أعلم على إمام شهير على الثناء عليه وعلى كتبه وتلقيها بالقبول اتفاقها على الإمام النووي فرحمه الله تعالى. إذن لنا أن نسأل لماذا؟ اسمعوا لماذا يا أحباب. هذا رجل هجر الملذات كما يقول الحافظ الذهبي، وقنع بالعيش الخشن، وكان ورعا إلى الغاية، وارتضى التقشف في سبيل الله وطلب العلم. لما انتقل من حوران، من نوى ونوى قاعدة حوران،
لما انتقل إلى دمشق يحكي عن نفسه أنه مكث سنتين. أريدكم أن تتخيلوا هذا الكلام. ليس بالضرورة يا إخوة أن نتمثل هذا الكلام تطبيقا في حياتنا، لكن نأخذ العبرة، نحاول أن نسير على خطى هؤلاء المجتهدين. كم من الغايات والأماني والآمال نريدها اليوم، الحاجز الأكبر الذي يقف دونها همتنا وضعفنا وشهواتنا وتطلعاتنا وممارسة رغباتنا ولو كانت حلالا. شيخ الإمام ابن القيم يقول: رآني شيخ الإسلام يوما، والمراد ابن تيمية، رآني شيخ الإسلام يوما أتناول شيئا من المباح. ولك أن تتخيل إيش الشيء المباح هذا الذي كان في زمان ابن القيم، يعني اليوم يمكن ما يقبله أطفال المسلمين. فقال: إن هذا شيء مباح، إن هذا يصد عن المراتب العالية. الله أكبر، ما هو حرام لكن فعلا نجدها في أنفسنا، يصد عن المراتب العالية. وكان الإمام النووي كذلك يبتعد عن كثير جدا من المباح ابتغاء المراتب العالية. طيب، قال: لما انتقلت من نوى إلى دمشق بقيت سنتين لم يمس جنب الأرض. الله أكبر، سنتين ونحن يمس جنبنا الأرض ها ثلاث مرات في اليوم والليلة أقل شيء. فتعجب الناس وسألوا من تلميذه، قال: كيف كان ينام، كيف كان ينام هذا الرجل؟ قال: كان له كتب يقرأ ويكتب طيلة الليل، فإذا نعس نام نومة يسيرة أخذتها نفسه. يعني إيش أخذتها نفسه؟ يعني بتعبير العصري أغمي عليه، خلاص انتهى ما يستطيع، فينام على الكتب. كيف ينام على الكتب؟ هكذا يعني، هكذا ينام نومة يسيرة أخذتها نفسه، ثم ينتبه فيقول: إنا لله لقد أضعنا زمانا طويلا. الله أكبر، هكذا هكذا جد والاجتهاد. قال: بقي ست سنوات على حال عجيبة من الجد والاجتهاد والقراءة على المشايخ والدوران في مساجد دمشق والأخذ عن علمائها، وكان يقرأ في الطريق ذهابا وإيابا ويطالع، وربما قرأ من حفظه في الطريق ذهابا وإيابا. وكان له على مشايخه في اليوم والليلة، اسمعوا، في اليوم والليلة 12 درسا. الله أكبر، لو قلنا أقل ما يكون الدرس بحضوره إلى المسجد بوسائل المواصلات في ذلك الزمان، بحضوره إلى المسجد ساعة بذهابه وإيابه ومدة الدرس، وأنا أجزم أنه فوق ذلك، هذه 12 ساعة حضور على المشايخ كل يوم وليلة، كل يوم وليلة. طيب متى يحرر، متى يكتب، متى يضبط، متى يراجع، متى ينام، متى يتعبد وهو العابد الزاهد الورع؟ إن هذا لشيء عجيب. إذن الله تعالى كافأه يا إخوة، هذا الإقبال على الله هذه نتيجته، مع العوامل الأخرى التي سأذكرها طبعا، مع العوامل الأخرى العجيبة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى، كافأه هذه المكافأة. لأن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا هو الجهاد، فالجهاد ليس شرطا أن يكون ميدان القتال فقط، وهو ذروة سنام الإسلام لا شك، وأعلى مرتبة لا شك، والشهيد أحسن ميتات لا شك، لكني أقول الجهاد ليس شرطا فقط هو الجهاد العسكري. الجهاد تعريفه هو استفراغ الوسع وبذل الطاقة، هذا لا شك، هذا الإمام استفرغ وسعه وبذل طاقته، ما عندي في ذلك شك من سيرته. فهذه نتيجة البذل والجهد، أن الله نشر علمه في العالمين وحببه إلى الخلائق، فكان الناس يحبونه جدا ويرغبون في الجلوس إليه والتزود من علمه، هذا على انعزاله وعلى انجماعه عن الناس. واستمر كذلك 6 سنوات في الدأب والجد والاجتهاد إلى أن تصدر بعد ذلك ليفيد الناس. ف18 سنة عمره، 18 عاما لما انتقل، و6 سنوات من الاجتهاد، هذه 24 سنة، وبقيت له 20 سنة كانت هي مجال التأليف
والعطاء والتدريس في المساجد، ولي عدة وظائف دينية قليلة، لكن أبرز وظيفة على الإطلاق وليها هي مشيخة دار الحديث الأشرفية في دمشق الشام. كيف؟ فإن دار الحديث الأشرفية اشتراها الملك الأشرف موسى ابن العادل، والعادل كان ابن أخي لصلاح الدين الأيوبي، وموسى ابن العادل يعني في زمان الدولة الأيوبية، ما كان يعني هذا في أواخر زمان الدولة الأيوبية، لأن الإمام النووي عاش الدولتين الأيوبية ودولة المماليك، المماليك في بدايتها جراكسة في أولها، لأنه توفي سنة 76 و600، ودولة المماليك كانت قد ابتدأت في سنة 58 و600 قبيل معركة عين جالوت التي جرت بين أهل مصر ومن معهم من أهل الشام وبين التتار، وانتهت بهزيمة ساحقة هائلة للتتار لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، ونشأت على إثرها دولة المماليك التي استمرت قرابة 3 قرون لتحل محلها الدولة العثمانية بعد ذلك سنة 24 و900 عندما دخلوا إلى القاهرة واستولوا على الدولة المملوكية. فالإمام عصر الدولتين واستفاد استفادة عظيمة، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية التي اشتراها الملك الأشرف موسى بن العادل ابن أخي صلاح الدين، وأوقفها لطلاب الحديث يتعلمون فيها العلم الحديث النبوي الشريف. يجمع الحفاظ على أنه لم يليها أعلم من الحافظ المزي رحمه الله تعالى، هو شيخ للإمام الذهبي وشيخ للإمام ابن تيمية وشيخ لإمام ابن القيم وشيخ لعلماء كثر، الحافظ المزي أعلم من ولي دار الحديث الأشرفية وأورعها الإمام النووي، من ولي هذه الدار وهو أيضا عالم الإمام النووي رحمه الله تعالى، فولي مشيخة دار الحديث الأشرفية، وكانت هذه أبرز الوظائف التي تولاها رحمه الله تعالى. هذا علمه ودأبه في العلم، أما مجاهدة النفس فهي والله حديث رائع، ونحن اليوم في أمس الحاجة لهذه المجاهدة، ليس على الوجه الذي جاهد به الإمام النووي نفسه، ليس هذا المطلوب يمكن في حياتنا المعاصرة، يعني كانوا في حياتهم أشياء عملوها رائعة لكن قد لا تكون بالضرورة مطلوبة في زماننا هذا، هناك أمور أخرى مطلوبة في زماننا هذا، يعني لكن نستفيد بالتشبه بالتتبع بالمتابعة الرائعة لهذا الإمام الكبير. كانت مجاهدته لنفسه شيئا عجبا، ما حرم على نفسه الطيبات لكنه امتنع عن تناول أكثرها لأسباب، إما أسباب دينية أو أسباب تعود إلى تيقظه وإرادته دوام التيقظ وقلة النوم، يعني قشر له يوما أصحابه خيارة ليأكلها فأبى وقال أخاف أن ترطب جسمي فأنام، سبحان الله، خيارة يقول أخاف أن ترطب جسمي فأنام، ولم يذق في حياته فاكهة دمشق على جمال فاكهتها كما هو معلوم وتنوعها وطيب مذاقها، لكنه ما ذاقها في حياته، والسبب يقول سبب ديني، يقول إن أغلب البساتين في دمشق في غوطتها يعني التي تجلب منها الفاكهة هي بساتين موقوفة على أيتام أو على صغار ليس لهم حق التصرف أو أهلية التصرف فيها، ويقوم عليهم أولياء يتصرفون بالبساتين بأمور فيها خلاف، اسمعوا يا أحباب، بأمور فيها خلاف بين الفقهاء، فأنا أمتنع عن تناول الفاكهة هذه لأني لا أعلم هل تأتي من هذه البساتين أو من بساتين أخرى ليس فيها حرج، فامتنع عن تناول الفاكهة جملة، فلم يذق في حياته كلها فاكهة دمشق. ورع عجيب وله سبب ديني وجيه، لكنه ورع صعب للغاية. نستفيد ماذا نحن؟ نستفيد اليوم من الشبهات العظيمة التي نرتع فيها ونقع فيها، ولا أريد أن أقول الحرام هذا قصة أخرى،
فإن الورع لا يدخل باب الحرام، لكن الورع يتعلق بالشبهات. وكم من شبهة نحن نتعلق بها ونتناولها وننغمس فيها ولا ننتبه لمعنى الورع، فهذا ورعه ورع عظيم للغاية. وكان رحمه الله تعالى سيد الورعين في زمانه، وكما وصفه العلماء قالوا لم يكن في زمان النووي ولا قبل دهره بمدة طويلة من هو أورع منه، ولقد ذكرنا بورعه ورع الأسلاف العظام، يعني ورع سفيان الثوري، ورع عبد الله بن المبارك، ورع الأئمة الشافعي، هؤلاء الأئمة الكبار، إمام أحمد، يعني ما كان منذ زمنهم إلى زمن النووي من هو أورع منه رحمه الله تعالى. هذا معلوم من سيرته. طيب، العبادة والتعبد، كان كثير القيام في الليل، دائم السهر، كثير الصيام، إن لم نقل دائم الصيام، لأنه قد ثبت عنه أنه كان له في اليوم والليلة أكلة واحدة وشربة واحدة لا غير، في اليوم والليلة، فهذا يدل أنه كان يديم الصيام، وكانت أكلته وشربته عند السحر، ما يتناول غير ذلك في اليوم والليلة 24 ساعة، كانت هذه أكلته وكانت تلك شربته في اليوم والليلة. ثبت هذا عن طريق من؟ عن طريق تلميذه الذي هو أخص الناس به وعاش معه، إذ هو لم يتزوج كما قلت لكم، عاش معه في غرفته ولازمه وهو يعد طعامه وشرابه ووضوءه، وهو أخص الناس وألصقهم به، هذا تلميذه، وهو الإمام الكبير كما قلت علاء الدين ابن العطار مفتي الشافعية بعد الإمام النووي الذي توفي سنة 24 و700 بعد وفاة النووي بقرابة نصف قرن، رحمهما الله تعالى وأكرم نزلهما. إذن وكان كثير التعبد، يحكي عنه أحد الأشخاص قال دخلت مسجد دمشق، وإذا قيل مسجد دمشق بهذا الإطلاق فالمراد به جامع الأموي، قال دخلت مسجد دمشق في ساعة متأخرة من الليل فوجدت الإمام النووي يتهجد خلف سارية من المسجد، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ ويردد طويلا آية واحدة من كتاب الله، وقفوهم إنهم مسؤولون، فقط يرددها زمانا طويلا، رحمه الله تعالى. قال وهو خاشع باك، فدخل علي من الخشوع ما الله به عليم، يقول يعني من سماع قراءته وخشوعه وبكائه رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهذا أيضا جانب الورع والتعبد والزهد العظيم في الدنيا يضاف إلى الجوانب الأخرى التي هي طبعا الدأب الشديد والحرص والاجتهاد في طلب العلم. طيب، شيء تميز به الإمام عن علماء عصره جميعهم وكان في الحقيقة في غاية التميز فيه، وهو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان الأئمة غيره أمر بمعروف ونهي عن المنكر، لكن على مستوى الإمام لم يحدث هذا، ولم يعرف عن أحد من أهل عصره أمر بمعروف ولا نهي عن منكر مثل ما عرف عنه ونقل رحمه الله تعالى. وكان دائما يرسل للسلطان يأمره وينهاه. من هو السلطان؟ هو الملك الكبير الظاهر بيبرس، وهو ثاني السلاطين المماليك، ذاك أن قطز رحمه الله تعالى هو الأول، وهو الذي دخل المعركة المشهورة عين جالوت مع التتار ونصره الله تعالى، ثم جاء بعده الظاهر بيبرس. والظاهر بيبرس دخل طبعا كان مزهوا بالنصر العظيم الذي حققه المماليك، وهو رجل من المماليك، والمماليك كما تعلمون هم الأمراء الصغار الذين جلبوا عبيدا من آسيا الصغرى، من مناطق اليوم هي الأذربيجان والقوقاز وما حولها، هذه هي مواطن الأتراك الأصلية إضافة إلى تركستان الشرقية وتركستان الغربية. طبعا هذه المواطن هي مواطن الأتراك، والأتراك العثمانيون هاجروا من هنالك، ويسمى العثمانيون نسبة إلى عثمان رئيسهم، لكنهم جاءوا من تلك الأماكن من آسيا الوسطى والصغرى وانتقلوا إلى الأناضول. لكن هؤلاء المماليك
قطز والظاهر بيبرس والأشرف قلاوون وهؤلاء سلطان برقوق وقايت باي مشهورون، هؤلاء كلهم أتوا عبيدا مجلوبين من تلك الأماكن وتربوا في بلاد الشام ومصر في الأكثر على الفروسية وعلى الدين أيضا وعلى تعلم القرآن الكريم وعلى الجهاد وحب الجهاد في سبيل الله، وكم أنقذ الله تعالى بهم من بلاد الإسلام وكم رفع بهم من مظالم وكم عملوا من إيجابيات رائعة على سلبيات كانت فيهم، وهكذا مجموعة القوم لا يكادون يخلون من سلبية على مدار التاريخ، ما يمكن قوم أو جماعة تخلو من سلبية لكن إيجابياتهم كانت رائعة. المهم فالظاهر بيبرس كان من هؤلاء، فعندما يكونوا صغارا يأتون مماليك عبيدا، فإذا توسموا فيهم النجابة رقوهم على درجات معروفة عندهم يرقونهم، يكون أمير 10 ثم أمير 100 ثم أمير 1000 ثم أمير 10,000 يعني من المماليك أمثاله الجنود، ثم يترقى بعد ذلك ليكون نائبا للسلطنة ثم يكون سلطانا. هذه الطريقة، وغالبا ما يكونون شجعانا للغاية الذين يتولون السلطنة. الظاهر بيبرس منهم من المماليك، وبعد المعركة مع التتار وظفرهم وكان هو ممن تابع التتار حتى حدود فارس إيران يعني اليوم، تابعهم إلى هنالك وعمل فيهم قتلا وتشريدا وسلبا وعاد وتولى السلطنة ودخل دمشق طبعا ظافرا مزهوا بانتصاره. استولى على بعض البساتين في دمشق وبحجة مساعدة المجاهدين ومساعدة الجيش وكذا، كتب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى رسالة طيبة جيدة فيها احترام لولي الأمر وفي الوقت نفسه فيها توضيح لما ينبغي أن يكون عليه العمل ورد المظالم وإنصاف الرعية. رسالة رائعة في الحقيقة جدا ومؤدبة جدا وفيها احترام وتوقير لولي الأمر كما مطلوب شرعا، لأن هذا ولي الأمر لا يهان ولا يعاب على الملأ، إنما لابد من توقيره ولابد من نصحه، هذا شيء معلوم. والرجل سلك هذا المسلك بأدب جم وبالغ في الحقيقة. السلطان بيبرس مماليك هؤلاء فرسان شجعان، وعادة الفارس الشجاع أن يكون فيه بأو وتيه وكبر وزهو، فما قبل من النووي ورد عليه برسالة أغلظ له فيها إلى الغاية. الإمام طبعا كما قلت لكم رجل أمار بالمعروف نهى عن المنكر زاهد، ما يأبه بهذه القضايا، ما يأبه وإنما يريد الله تعالى بعمله هذا، فرد عليه برسالة أغلظ له فيها، ذلك لأنه ابتدأ بالإغلاظ، ابتدأ هو بالأدب فأغلظ عليه الرد، وأفهمه أنه لا بد أن يرد وأن هذا واجب علماء الإسلام أن يذودوا عن الإسلام وعن شريعة الإسلام، أنه لا يمكن أن يسكت حتى ترد المظالم إلى أهلها، وكان في الحقيقة كلاما رائعا جليلا عظيما. وفي وقت آخر حصل جفاف في بلاد الشام وبلاد مصر واحتاج الناس إلى الاستسقاء، فكتب إلى السلطان يرغبه في الاستسقاء، أن يأمر بالخروج للاستسقاء، وكتب إليه أيضا أن يرفق بالرعية، وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي، الذي في صحيح مسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ولم يكمل الحديث، ولم يكمل الحديث تأدبا معه، ومن الحديث مشهور: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأتى له بنصف الأول من الحديث واللبيب يفهم بالإشارة طبعا، وذكر له وجوب الرفق بالرعية وأنه مسؤول عنهم يوم القيامة وأنه سيأتي يوم القيامة وهؤلاء كلهم في رقبته وتحت لوائه، فإن عدل رفع بهم بعدله معهم في الجنة، وإن جار ومال ألقي به في النار، وكان كلاما رائعا مؤثرا للغاية. وأيضا الظاهر بيبرس للأسف يعني أغلظ عليه في الرد وقال له: أحن يعني ما ذكرنا، يقول له الظاهر بيبرس: ذكرنا من من ملوك الإسلام قام في وجه التتار، ومن من ملوك الإسلام بنى الحصون والقلاع، ومن من ملوك الإسلام جند الجنود، ومن ومن ومن. فأرسله رسالة الإمام النووي رقيقة هذه المرة، وذكره أن هذا لا يؤمن به على الرعية، وأن هذا واجبكم، وأن هذا هو الذي قلدكم الله تعالى أمر الرعية بسببه،
أن تتولى أمر الرعية وأن تصبروا عليها وأن تراقبوا الله تعالى فيها وأن 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 في كلام رائع جميل مؤثر. وكان أيضا له رسائل مع علماء عصره وما بعض علماء السوء الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان للأسف، فكان له رسائل معهم يحضهم فيها على الطاعة والاتباع، ويحضهم أيضا فيها على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن يكونوا يدا واحدة في الأمر والنهي، لأن العالم إذا انفرد في الأمر والنهي كان ذلك مشكلة كبيرة، لأنه لا يكاد يجد من يؤازره ولا يكاد يجد أن يقف من يقف معه، لكن وجد من إخوان العلماء من يقف معه في الأمر والنهي شجعه ذلك، وصاروا يدا واحدة على الباطل. فكان يراسل العلماء ويحضهم على أن يكتبوا تواقيعهم معه إلى السلطان الظاهر بيبرس حتى يستجيب السلطان. وكان أيضا كما قلت لكم ينكر على بعض علماء السوء ويشهر بهم في رسائل رائعة ارجعوا إليها في سيرته. وبالمناسبة سيرته موجودة في عدة كتب لمن يريد أن يرجع مطولة، من أهم هذه الكتب المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي رحمه الله تعالى، يعني في الحقيقة كتاب رائع للحافظ السخاوي، ذكر فيه ترجمة لا بأس بها موجزة لهذا الحافظ الكبير. وأيضا السيوطي الإمام أيضا له كتاب في ترجمة الإمام النووي، وكلاهما مطبوع، ولا يكاد كتاب تراجم ولا يمكن بعد القرن السابع أن يخلو من ترجمة موسعة للإمام النووي، ما يمكن، سيرته غير قابلة للتجاوز، سيرته غير قابلة للتجاوز، ما يمكن إلا أن يقف عندها المرء إجلالا وإكبارا لهذا الإمام العظيم. إذن أمر بمعروف، نهي عن المنكر، زهد، ورع، عبادة، ارتفاع عن الدنيا وملاهيها ومباهجها ومفاتنها، حرص ودأب على طلب العلم، هذه العوامل الخمسة جعلت منه إماما كبيرا وتركت له أثرا في العالمين. وهذه نقطة أنا أحب في الحقيقة أن أذكرها لكم لتفرد الإمام النووي بها بين كثير من علماء عصره، بل بين كثير من علماء الإسلام، وهي قضية ترك الأثر. وهي دراسة موسعة ذكرتها في أكثر من شريط وأكثر من كتاب وأكثر من رسالة، لكن كلمة مناسبة السياق، هذا الرجل العظيم ترك آثارا، متى توفي؟ 76 و600، عن أقل من 45 سنة، يعني متى توفي؟ من 750 سنة تقريبا، أو إن شئت الدقة 758 سنة. طيب ما زالت آثاره في العالمين، وكما شرحت لكم في مسرد كتبه وتصانيفه، كيف استطاع أن يترك هذه الآثار بجملة العوامل وتوفيق الله تعالى له لا شك. طيب كيف أستطيع أنا أن أستفيد من هذه القضية؟ يعني ماذا أريد؟ أريد أن يموت الواحد منا يوم يموت وقد ترك أثرا في دنياه، يعني لا يصح أن يعيش الإنسان منا 50 60 70 أقل أكثر ثم يموت كما يموت البعير لا يدرى به ولا يعلم عنه شيء، لا يعرف أهو حي أم ميت، أهو باق على قيد الحياة بعد أم مات. أما سألتم أنفسكم مرارا وسألتم أصحابكم وقلتم لهم فلان عايش أو مات، فلان باق أو مات، أي يكثر أليس كذلك؟ ما ندري فلان عاش أو مات، لأنه فعلا لا يدرى عنه أحي أم ميت، ما له أثر. لكن الإنسان صاحب الأثر إذا مات تهتز له الدنيا بموجب يعني بنسبة الأثر المتروك. فهل تستطيع أن تموت يوم تموت وقد تركت أثرا في هذه الحياة؟ ضروري جدا، ضروري جدا. يعني كنت في مركز صيفي فسألت أحد الشباب الصغار، قلت تعرف جدك؟ قال نعم. قلت يعني مات؟ قال لا باقي على قيد الحياة. قلت نسأل الله أن يحفظه. سألت شاب آخر ما زال الشاب مراهقا صغيرا، قلت له تعرف جدك؟ قال نعم عايش. قال لا والله مات. متى؟ قال من سنتين. قلت له أريدك أن تصدقني القول صادقا، هل ذكرت جدك في السنة الماضية كلها؟ هل دار بخاطرك؟ الولد
منبهر بالسؤال وظل يفكر، ثم قال لي والله يا أستاذ ما أظن أني تذكرت أبدا طيلة السنة الماضية هذه. قلت مرة 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 على خاطرك؟ قال أبدا. قلت لو تذكرته أنا مرة على خاطري؟ ضحك الولد قال أنت أول مرة تراني، كيف تعرف جدي؟ قلت له اسمع، جدك مات من سنتين فلم يعد يذكره قريب ولا غريب، كيف بعد 20 سنة؟ كيف بعد 200 سنة؟ هل سيذكره أحد؟ قال لا طبعا. قلت له إذن هل تريد أن تموت كما مات جدك؟ قال لا. قلت له احرص على أن تترك عملا رائعا في دنيا الناس فتموت يوم تموت ويقال عاش فلان ومات فلان وهذه آثاره أو مر وهذا الأثر. طيب لماذا نحن نحرص على الأثر؟ أو من أجل الرياء؟ معاذ الله، لكن من أجل أن يترضى الناس عنا ويترحمون علينا ويذكروننا بخير ويستفيدون من أثرنا هذا. والأثار تتنوع، رجل ترك أثرا ماليا عظيما، بنى سلسلة مساجد في العالم، ارتفع بنى سلسلة مدارس عالمية، بنى أشياء عظيمة في العالم الإسلامي، فارتفع ذكره في الناس والعالم وصار الناس يستفيدون من آثاره، يتعبدون فيها ويدرسون يتعلمون. رجل آخر ترك علما واسعا عظيما والناس يستفيدون من علمه مثل النووي. رجل آخر ترك تلاميذ. رابع ترك آبار وحفر آبارا عظيمة، سلسلة آبار وبقيت آثارها ما يعني ما بقيت الدنيا. إذن احرص يوم تموت وقد تركت آثارا تدل على حياتك، لكن ما الفائدة؟ إن مت ولم يدري بموتك أحد ولم تترك أثرا يدل على أنك عشت في هذه الحياة مدة من الزمان ثم مت. هذه قضية لو فقهناها لو عرفناها تمنعنا النوم بالليل. كيف أموت يوم أموت وأنا ما تركت شيئا وأنا ما عملت شيئا؟ إذن هذه قضية خطيرة للغاية. النووي رحمه الله تعالى اسمع وسمعتم كم ترك من الآثار العظيمة جدا، واليوم الدنيا مليئة بمصنفاته وكتبه، هل ينساه الزمان؟ هل يتجاوزه التاريخ؟ ما أظن هذا أبدا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيبقى عوام المسلمين وأطفال المسلمين يمر على ذكراهم وخواطرهم من الإمام النووي ولا يغيب عنهم كلما رأوا رياض الصالحين أو 40 نووية أو حفظوها أو كذا. إذن هذا أثر رائع جدا. تسألني كيف أترك أثرا؟ هذا أمر يرجع لك أنت، أعلم بظروفك وأوضاعك، لكن احرص فإنك لا تعلم متى يأتيك الموت. احرص حرصا عظيما على متدارك هذا الأمر وعلى العمل بجد واجتهاد لأن تحصله قبل أن تموت. هذا إبراهيم عليه أفضل الصلوات والتسليم، والقصة طويلة، طلب هذا الأثر من الله تعالى، طلب على عظم شأنه ورفعة أمره، قال اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل الآخرين الذين يأتون من بعدي إلى يوم القيامة يثنون علي ويصلون ويذكرونني بخير. فالله تعالى أجابه، قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال في سورة صاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الحكمة والقوة إنا أخلصناهم بخالصة، أي في عالمهم في زمانهم. إيش الخالصة؟ الهدية لهم خالصة دون العالمين ذكرى الدار، ذكرى الدار. وإنهم عندنا، وانظر إلى كلمة عندنا ما أروعها وما أجملها، لمن المصطفين الأخيار. إذن هذا الأثر طلبه سيد الأنبياء وشيخهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهل نطلب نحن هذا الأثر ونعمل جادين مجتهدين لتحصيله؟ أرجو هذا، فهو من أهم المهمات. هذا هو الإمام النووي وهذه سيرته، وله آراء شهيرة في الفقه مبثوثة في كتابه المجموع وكتابه منهاج الطالبين، وله فتاوى مجموعة مطبوعة أيضا لمن يريد أن يعرف فقهه وعلمه وفتاواه، وله كتاب أيضا في ذكر الصالحين اسمه بستان العارفين، كتاب من أجمل الكتب وأرقها، لما تقرأه تسيل دموعك. وله كتاب اسمه التبيان في آداب القرآن، من المناسب أن نقرأه في رمضان. التبيان في آداب القرآن والله كتاب رائع، وفيه سير الصالحين وقراءتهم القرآن. يعني أنا والله ماذا ما أعرف
ماذا أتكلم عن هذا الإمام وعن كتبه وعن آثاره وعن روعته، لكن أقول هذا مكافأة الله تعالى له، فلنحرص على تحصيل هذا العلم وعلى الاقتداء به والاتساع. لما كان في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع الذي مات فيه رحمه الله تعالى، ذهب ليودع أصحابه وأحبابه، كأن الله ألقى في روعه أنه سيموت، ودع أصحابه في دمشق وبكى وعانقهم ووصاهم بتقوى الله تعالى، وذهب إلى نوى، وما كان أقل من أسبوع إلا وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 76 و600، وقبره في نوى معروف إلى اليوم. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته في عليين وأن يلحقنا به في أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.